السلام عليكم. كالعادة ومع بداية شهر رمضان واقتراب العيد بيبدأ موضوع ارتفاع الأسعار بشكل عام والألبسة بشكل خاص، فيا ترى شو اللي عم يصير وليش كل هالارتفاع؟ لنعرف أكثر، كاميرا برنامج وصل صوتك نزلت على الأسواق واستطلعت آراء الناس حول هالموضوع، خلونا نتابع. والله الأسعار غالية، في ارتفاع بالأسعار وإلا في الدخل عند العالم. يعني هلا نحن عمال كثير الأسعار غالية علينا والله. شو لك بدنا نشتري غصب عن الأولاد بيشرشحونا. كيف شفت الأسعار؟ والله الأسعار ما شاء الله ما بنحزر عليها، طالعة كله ركض. يعني أجو الطقم عم يكلف 850 900. والله لسه عم ندور درنا السوق كله، بس بقى الأسعار غالية يا أخي، يعني غالية كتير، بس من نضطر نشتري بالأخير، يعني إيش بنساوي؟ الأسعار غالية يعني بشكل، بس الحمد لله رب العالمين. يعني أسعار والله غالية، ما بحد يعني يرضى بالتركي، كله بالدولار، كل شيء غالي بالسوق، ما بتلاقي شيء. لا كل شيء خضرة والألبسي وكل شيء بالدولار. يومية العامل 100 ليرة أو 125 ليرة أو 75 ليرة. تجي بدك تشتري له توب، بدك 15 يوم لتقدر تشتري له توب أو تشتري له طقم لابنك الصغير. فالأسعار يعني غير مقبولة أبدا. تجار كل سنة هيك برمضان بصير فينا، كل سنة هيك يعني ما يعني أصحاب الأموال هي يعني هي اللي تلعب فيها الأسعار. يعني أسعار في النار، طعم لولد عمره سعره 45 دولار. السبب الرئيسي هو عامل الفرق العملي التركي، يعني كتير أتعبت المواطنين. هلا بالنسبة للي بيقبض مساراته بالدولار ما فرق عليه شيء، بس اللي دخله بالتركي فرق عليه كتير. ايش الغلاء؟ العملي ما له قيمة، صفة العملي ماش ما ورق. والله كل مين بيحكي شكل بيقول لك الشحن، شيء بيقول لك تضخم العملي، شيء بيقول لك مشكلة بالاستيراد، شيء بيقول لك تجار، كل مين بيشفف على الثاني. هي يعني الضرائب اللي عم تنفرض، ضعف الدخل، يعني هاي العوامل كلها بتجتمع، وفقر المجتمع، مجتمعنا فقير، والطبقة المتوسطة انعدمت، اما الزنقين اما الفقير، مجتمعنا كله فقير. والله لازم يكون في لجنة تتابع الاسعار. للأسف الشديد يعني مثلا تفوت بوط ولد مثلا على سبيل المثال، محل بده 10 دولار، محل بده 8 دولار، يعني في تفاوت أسعار من محل لمحل، خاصة هلأ بفترة عيد، يعني مثل الاستحكام أو بيعرفوا الناس بدها تشتري، فبيكون في استحكام، ما في مراقبة. يعني لو في مراقبة أكيد ما بيكون في هيك الوضع. هلق التجار بالمرتبة الأولى، نتمنى يكون في تموين، في ضبط أسعار، في الحكي، يعني من محل لمحل بيختلف أحيانا السعر 200-300 ليرة. يعني تلاقي قطع حقها 50 قطع حقها 30 ونفس القطع. يعني المفروض الرقابة التموينية تكون موجودة بهالوقت بالذات. ما في رقابة، ما في تفتيش، ما في تموين، عرفتون؟ يعني يحدد أسعار. هلا بتفوت على محل نفس الكنزة مثلا، هون حقها 300، هون حقها 200. والله هي تجار على الأغلب، تجار يعني بيستغلوا المواسم وبيرفعوا الأسعار. في حكومة هي اللي بتقرر، ما أنا اللي بقرر، في عالم هي اللي بتقرر، هي اللي بتحط الأسعار، هي اللي بتلاقي الوضع المناسب للشعب. أتمنى من المسؤولين يعني إنه يراعوا هالظروف شوي أو كذا، يعني كل حال العالم يعني أفضل شوي. كل سنة هذا اللي بيصير فينا، أسعار غالية، العامل ذوي دخل محدود ما له نعيد في هالموضوع، طابع ما له نعيد، ما له رمضان. غالين ولا رخيصين الثياب؟ غالين. مش قد يعني؟ 50 تجاري. مثل ما شفنا متابعينا يعني إجماع من كل الناس على ارتفاع كبير بأسعار الألبسة، أكيد الأمر برسم التجار والجهات المعنية لتلافي هذا الغلاء. السلام عليكم.